الإخوان، السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بالجميع في القناة كلنا معلمين. اليوم بغيت نشارك معكم واحد الموضوع كيتعلق بهذا الجهاز. كل شيء كيعرفه وقيلة على ما أظن، جهاز لانترفون دير بحال لاباراي ديال التليفون عادية، ولكن هو كيكون كيلاصق في الحيط، كيتسمى لانترفون. يعني الدور ديالو هاد لانترفون هذا، الناس دابا الناس اللي كيكونوا ساكنين في العزاء لي زابارتومون، الناس اللي ساكنين في ديورهم والحمد لله كيبغيو باش يجي عندهم شي حد من الدار ولا ضيف ولا شي حاجه، كيصوني كيسمعوا الصونيت على شكون في الباب، وكيحلوا ليه بهذه الطريقه هذه. كيوركو هنا كيتحل كيف كما كل شيء عارفين. يعني شنو بغيت نوصل لكم هنا، عندنا التليفون ديما كيكون الاستعمال ديالو، كثرة الاستعمال ديالو كيتعرض لبعض المشاكل بحال هذا المشكل هذا اللي كما كتشوفوا كيتنزع من بلاصتو. يعني هذوك اللي شي هذوك يعني دوك اللي كيشدوا شي فياس اللي مستعملين هنا كيتنزع من بلاصتو على حسب الجودة ديال هذا البلاستيك اللي كاين هنا، ولا المعلم لما كان خصو يخدمها مزيان. وبحكم ان هاد الفيسات هادو ما عندكش كيفاش دوز ليهم من هنايا، لان هاد لاباري مسدوده كيف ما كتشوفوا مغلفه، تبغي تصلحها ولا شي حاجه ما عندكش كيفاش دوز ليها من هنا كيف ما كتشوفوا. انا غادي نوريكم ان شاء الله، نشارك معكم هاد التجربه. يعني بلا ما الانسان يجيب معلم ويجيب شي تريسيان ويبدا يكتر عليه في الاثمنه ولا شي حاجه يقول لي شي ثمن، يقدر اي حد ان شاء الله اللي غير في الدار كان بارك يقدر انه يصلح هذا المشكل بنفسه بلا ما يحتاج يجيب معلم. يعني ها نتوما بقاو متبعين معنا، نتوما غتشوفوا التجربه كيف عامله. يعني كيف ما كتشوفوا هنايا لاباري هكا يعني مسدوده، كنحيدوا هذه كنهبطوها هنا، كنجيو لتحت ديال لاباري كاينه واحد البوطون هنا كتور هنايا كيف ما كتشوفوا لتحت كاين واحد البوطون هنايا لتحت، كنوركو عليها غير بصبعنا هكا وكندفعو على برا. اي حد شوفوا كيف ما كتشوفوا احنا حيدنا داك الغلاف الاولاني قدامي كما كتشوفوا. ودابا يعني وصلنا للفيسات، هاهما كاين ها فيس واحد وكاين هنا الفيس الثاني، نقدروا نحيدوا هذه هكا باش ندوزوا للفيس الثاني. وكنستحتاجوا طورنو فيس يعني، وكنحاولوا نشبروا داك الشيء فيا من هنا، من هنا كنحاولوا نشبروها يا بيدينا يا بالبانس. انا نحاول نستعمل غير يدي بحال هكا وندور فيس بحال هكا الحمل بهذه الطريقه هذه. يعني كيف ما قلت لكم نحاول نحيد هذا الفيس هذا، نحاول نحيد هذا الفيس هذا باش ندور هذه ونعاود نركب شي فيات صحاح مزيانين ونركبها. وبقاو معنا ان شاء الله نتوما غنشوفوا الطريقه. عدنا اليكم اخوان الكرام، كيف ما قلت لكم انا حيدت هادو خرجتهم وخرجت هذيك، وكيف ما كتشوفوا انا استعملت هاد الشيفيه هادي، حيدت هذيك اللي كانت تكالت واستعملت هاد النوع هذا قاصحه شويه. وبحكم انني ما عنديش شينيور، خليت غير على هذيك الحفره اللي كانت اللي خلى لي المعلم، وزدت عليها درت واحد شويه المسكه هنايا، درت هذه الشيفيه هذه وشتها باقا شويه كتلعب، ودرت شويه المسكه غير باش تثبت في بلاصتها وهي صدقات ليا مزيان. ودابا غادي نرجعو نثبتو الجهاز في المكان ديالو كيف ما كان في الاول. ها نتوما كيف ما كتشوف، ايوا ندخلو هاد الفيس الاولاني، كنحاول نركبو بلاصة، كنجيبو الفيس لاخر تا هو، نشدو ليه بلاصة ديالو بهذا الشكل هدا، يعني غير نحاولو نشدو بلاصتو ونبقاو نشوفو هنا لتحت باش نرجعو نركبو لاخر تا هو في المكان ديالو.
بهذه الشكل هذه، نحاول نخرجوه ونركبوه في المكان ديالو بهذا الشكل بحال هكا. صافي هما شدوا الطريق ديالهم ايوا، ونكملوا الزيار ديال الفيسات بهذا الشكل، نزيرو الاخر حتى هو. يعني بطريقه بسيطه يقدر انسان اي شخص في المنزل ديالو يقوم بهذا العمل هذا. ودابا هاهي الاعلام الغطاء ديالو، نرجعو هذا في المكان المخصص ليه بهذه الطريقه هذه بالشكل، ونرجعو الجهاز الاخر حتى هو في المكان ديالو الغطاء بهذا الشكل هذا. نحاولو نضغطو كيف نتوما كيفما كتشوفوا العملية تمت بنجاح والحمد لله. ها هو كيفما كتشوفوا الأباري كبات في بلاصتها مزيان. ايوا نتمنى هذا الفيديو يكون نال الإعجاب ديالكم، ونقدر بقدر المستطاع أن نقدمها لكم استفادة ومعلومة، مش بخلوش علينا بالآراء ديالكم وما تبخلوش علينا بالاشتراك في القناة ديالنا ان شاء الله، وبالإجام لا عجبكم الفيديو ان شاء الله، وانتظروا مني فيديوهات اخرى ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.